ما فيك تسكر الباب وقت اللي بتبدل ثيابك؟ ليش انتي تركتي لي الباب؟ مظبوط، لبين ما نركب الباب بتروح بتغير بالحمام. خلص ماما، خلينا نطفي الأضوية بقى، ما عم بقدر نام على الضو. لك بنتي في أبرد من دمك انتي؟ هلا إذا طفينا الأضوية ما عندك مشكلة حتنامي فورا؟ أنا ميتة من رعبتي، أنت مو فارقة معي كأنه مو صاير شي بالبيت. ديما ماني مسترجية، روح على أوضتي ونام فيها. ما سمعتي شو قال عمو مظفر؟ خلاص رح يضل سهران بالحارة للصبح. إيه بعرف شو قال، بس من وقت اللي اتطلقت من أبوكي ما فات ولا رجال على غرفتي، ولما حكى مظفر عن هدول الرجال المجانين قرفت. ديما أنا قرفانة من عفش البيت، شو رأيك نبيع الأغراض ومنجيب عفش جديد وبالتقسيط؟ شو رأيك بنتي، مو أحسن؟ شو قلتي؟ خلينا نبيعون. وشو بدنا بهالعجقة؟ بتعرفي شو أحسن حل؟ بكرة رح أرجع من المدرسة بكير وبساعدك مشان عزي كل البيت بالكلور، أحسن ما نبيع العفش. يعني هيك برأيك رح ينضف؟ ينضف. يا ربي دخيلك، منين طلعت لنا هالمصيبة؟ مدري ليش قلبي مقبوط. لأنه قاعدة عم تفكري ولازم تنامي. يلا نامي حبيبتي نامي. يلا نامي. طيب قومي معي على غرفتي بالأول مشان جيب حبة المنوم لأنه حاططها بالدرج جنب التخت. خلص مامي روحي لحالك، أنا كثير تعبت وبدي نام، بكرة عندي مدرسة. ولك ديما قومي خلصيني، معقولة تتركيني روح لحالي؟ إيه؟ العمى شو صايرة قليلة مروة؟ بس شو بدي أقول، هيك حظي أنا. طالعة لأبوك يا ليلة مروة ومهمك شي بنوب. نامي اندفسي، ما بتفكري غير بحالك، ماشي؟ خليكي هيك، وإذا صار لي شي لا تتبكبكي علي بكرة وتقولي كان عندي شر عنك. هلأ وقتك؟ ديما! ديما تعي لهون بسرعة! جيبيلي كفوف الجلي من المطبخ وكيس نايلون! الكفوف الكفوف الكفوف! لك يا أمي شو قصتك؟ نحن هلأ بنص الليل، شو بدك تعزلي من هلأ فيكينا؟ قبل ما تنقي علي تعي شوفي شو لقيت، هي أكيد وقعة من الحرامي، هي أكيد لإله. هي قوية، بتعرفي ماما؟ هي أول مرة بتلاقي شي مهم. برافو عليكي، عن جد انت فاجأتيني. اتحركي اتحركي وبلا غلاصتك، هلأ وادك يعني؟ بسرعة روحي جيبي كفوف وكيس، يلا بسرعة أمي بسرعة. طيب الله يرضى عليكي. طيب يلا بدي ساعد الشرطة ليمسكوا المجرم، خلصيني يلا. لك شو صار معك؟ يلا هاتيون هاتيون. ليكني ليكني اجيت، روقي شوي. هاتي خدي. اي لك بس بدي افهم، مين هاد وشو بده مننا؟ الله لا يوفقه ان شاء الله وين ما راح. شو بده مني وبين بنتي؟ شو بده منا؟ مفكرنا مليونيريه لحتى فايت على بيتنا؟ شو ما لقى غيرنا يعني؟ اوعك تقربي علي يا بنتي، بتروح البصمات. بعرف بعرف، بس عم لا تقربي الكيس. افتحي منيح، يلا بعدي ايدك عنا. واحد اثنين ثلاثة. برافو، بسرعة سكري وربطي منيح، ربطي. اكيد هلا رح يعرفوه من البصمة. كمان معه سكين، الله لا يوفقه. وليه؟ ايه سكين؟ ابصر شو كان ناوي يساوي فينا، لو كنا بالبيت اكيد كان دبحنا فيها.